مساء الخير. جولتنا على أسواق اليوم تتناول تأثير فوز مرشح الوسط الفرنسي إيمانويل ماكرون بالجولة الأولى للانتخابات الرئاسية بفرنسا على الأسواق الأوروبية بشكل عام والسوق الفرنسي بشكل خاص. شهدت مؤشرات الأسهم الأوروبية ارتفاع ببداية التعاملات اليوم. مؤشر ستوكس يوروب 600 ارتفع بنسبة 1.7%، مؤشر كاك الفرنسي ارتفع بنسبة 3.9%، أما داكس الألماني فشهد ارتفاع بنسبة 2.6%. اليورو سجل ارتفاع بنسبة 1.2% ليوصل ل 1.0860 للدولار بساعات الصباح المبكرة بتوقيت لندن. أما الذهب فسجل انخفاض بنسبة 1.5% ليتداول عند 1271 دولار و 53 سنت الساعة 8:39 دقيقة بتوقيت باريس. أسهم المصارف الفرنسية كان إلى حصة من هالنتائج بحيث شهدت ارتفاع بالتعاملات المبكرة اليوم. فعلى سبيل المثال أسهم سوسيتي جنرال وكريدي أغريكول ارتفعت بنسبة حوالي 10%. ونهاية الجولة مع أسعار النفط يلي شهدت ارتفاع بنسبة 0.5% ليوصل ل 49 دولار و 88 سنت للبرميل. هذه كانت أخبارنا لليوم، أنا بشوفكم بكرة. وصفحة الأحوال الجوية مع كارين خراط.